أفاد مراسل العربي أن سلسلة انفجارات وقعت في العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى بعد إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد. وأفاد فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف في جنوب أوكرانيا عن رصد ما يصل إلى 60 صاروخا روسيا في المجال الجوي الأوكراني. كما أعلنت بلدية كييف توقف مترو الأنفاق عن العمل لتصبح محطاته ملاجئ للسكان بالتوازي مع انقطاع إمدادات المياه عن معظم أحياء العاصمة. وقد أعلن حاكم منطقة أوديسا تعرض عدد من منشآت البنية التحتية لأضرار، بينما حذر حاكم مقاطعة خمليلتسكي من موجة جديدة من الصواريخ ودعا السكان للبقاء في الملاجئ. في سياق متصل، قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب عشرات في قصف للقوات الأوكرانية على قرية لانتراتيفكا في منطقة لوغانسك بحسب وكالة تاس الروسية. وأضافت الوكالة أن القصف دمر مبنى في القرية حيث حوصر عدد من الأشخاص تحت الحطام. وقال مسؤولون تدعمهم روسيا إن أوكرانيا أطلقت 3 صواريخ أمريكية من نوع هيمارس على قرية لانتراتيفكا في ساعة مبكرة من صباح اليوم. ينضم إلينا من كييف مراسلنا إياد استيتيا، ومن موسكو مراسلنا سعد خلف. أبدأ معك إياد، هجمات الروسية تستهدف البنى التحتية في كييف أدت إلى توقف مترو الأنفاق عن العمل وأيضا قطع إمدادات المياه. ضعنا في آخر التطورات. نعم ماجد، هنا الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف كانت قد أعلنت قبل قليل إسقاط 37 صاروخا من أصل 40 صاروخا روسيا كانت قد أطلقت على مقاطعة كييف. أيضا في مقاطعة زاباروجيا كان قد أعلن عن إسقاط 10 صواريخ كانت تستهدف مرافق البنية التحتية في هذه المقاطعة. ماجد، هنا دوت صفارات الإنذار منذ ساعات الصباح الباكر وتحديدا في الساعة 8:10 بالتوقيت المحلي لمدينة كييف، منذرة بوجود هجمة أو هجمات صاروخية جديدة تستهدف عديد المدن الأوكرانية. تخضبت خريطة أوكرانيا باللون الأحمر صباح اليوم، كل من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها كان تستهدف المناطق الشرقية والجنوبية والغربية في أوكرانيا. هنا في العاصمة كييف فيتالي كليتشكو عمدة مدينة كييف كان قد أعلن أن حيين في العاصمة وهما حي ديسنيانسكي وحي دنيبروفسكي قد تعرضا لقصف روسي صباح اليوم، لكن الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف قالت أن دوي الانفجارات هو ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية للصواريخ الروسية. في العاصمة كييف طبعا توقف عمل مترو الأنفاق ليتحول ويصبح ملاذا لسكان العاصمة، حيث دعا عمدة المدينة فيتالي كليتشكو السكان إلى البقاء أو إلى التوجه إلى الملاجئ والبقاء فيها لحين زوال الخطر. قبل نحو 40 دقيقة من الآن أعلنت السلطات الأوكرانية زوال خطر أو وجود هجمات صاروخية جديدة على المناطق الأوكرانية. دعني مقاطعة خاركيف. دعني أنتقل الآن إلى سعد في موسكو. موسكو أعلنت عن مقتل 8 أشخاص في قصف أوكراني ب3 صواريخ حسب ما أعلنت السلطات في لوغانسك. ضعنا في التفاصيل. نعم ماجد، بالفعل يعني هذا التطور أيضا أتى اليوم صباحا بقصف أوكراني على هذه المناطق في مقاطعة لوغانسك. هذا يعني قصف جديد لهذه المنطقة تحديدا، لأن القصف الأوكراني في خلال الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة عادة ما كانت تتعرض له مدينة دونيتسك في الأجزاء الخاضعة منها في مقاطعة دونيتسك للجانب الروسي والمسيطر عليها روسيا، وتحديدا 3 أو 4 أحياء هي حي كييفسكي، حي كويبوشفسكي، وكذلك حي بتروفسكي. قتل في هذا القصف خلال اليوم أمس مثلا 5 أشخاص. اليوم المستجد أن القصف أطال قرية من القرى التابعة لمقاطعة دونيتسك التي
يسميها الجانب الروسي بجمهورية دونيتسك، وهي المنطقة تقريبا المسيطر عليها بالكامل الوحيدة في كل المناطق الأربعة التي أعلنت روسيا انضمامها إلى الجانب الروسي أو إلى الأراضي الروسية منذ أكثر من شهرين تقريبا. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع في تقريرها العسكري اليومي أنها تمكنت من إسقاط عدد كبير من أو اعتراض عدد كبير من صواريخ هايمارس الأمريكية تحديدا، وكذلك من صواريخ جراد التي تطلقها القوات الأوكرانية، أصابت واعترضت صاروخين في منطقة جنوب دونيتسك. أيضا من التقارير العسكرية التي نقلتها وزارة الدفاع اليوم أن السلطات الروسية المعنية بتحليلها لبيانات المسيرات الأوكرانية التي أسقطتها أثبتت تورط الجانب الأمريكي والجانب البولندي في الإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، وأن كامل المسيرات الأوكرانية التي أطلقت على الأراضي الأوكرانية على الأراضي الروسية عفوا جرى تجريبها في الأراضي البولندية قبل أن يتم استخدامها في الأراضي الروسية. شكرا لك مراسلنا سعد خلف من موسكو وإياد ستي، شكرا لك من كييف.